ايوه يلا روح قطعه. ابن الشباب يقرب بقى عم يحترق اهو. لازم ضغط احد سمعنا اطلاق نار وقمنا فتنا على البيت خبينا جوا بالبيت وتعرف نحن يعني جماعة مسلمين فتنا لجوا اول قذيفة مرتين ثلاثة ما شفنا اجتنا قذيفة صوب الصابون وانضرب البيت. شو عزيز المرمر حدا هيك انت عم تتفرج عليها وينك؟